لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري في الأدب المفرد: باب سباب المسلم فسوق. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن زكريا عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق. هذا الحديث يدل على أن سب المسلم لغير حق من الكبائر، أن الفسوق هو الخروج عن الشرع. وقد غلظه النبي صلى الله عليه وسلم، غلظ سب المسلم حتى جعل سبابه فسوقا. والفاسق هو مرتكب الكبيرة أو المصر على صغيرة، وهنا جعل السباب بحد ذاته فسقا، فتبين بذلك أن سباب المسلم كبيرة. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح ابن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه. الفاحش الذي يتكلم بالفحش من القول، وهو غالبا متعرض لذكر العورات وتسمية الأعضاء في هذه العورات والطعن في العرض والاتهام بفعل الفواحش، فكل هذه صفة الفاحش، يتكلم بما ينبغي أن يكنى عنه ويستر، يتكلم عنه بالصيغ الصريحة. واللعان كثير اللعن للناس، الذي يلعن هذا ويلعن هذا، ومعلوم أن اللعن ليس من صفات المؤمنين، واللعن على العموم إنما هو للشرع. الله عز وجل هو الذي يبين من لعنهم وطردهم من رحمته. القرآن والسنة إنما ذكروا لعنا عاما إلا عددا محدودا من المعينين كفرعون وإبليس وقوم عاد وقوم نوح ونحو ذلك. أما المسلمين فلم يرد لعن معينين منهم، وإنما ورد لعن كفار معينين ولعن أصحاب ذنوب مسلمين، مثل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 شاربها وبائعها وشاريها وحاملها والمحفوظ عليه ونحو ذلك، ولم يلعن صلى الله عليه وسلم مسلما معينا. فلا يصح أن يلعن مسلم معين لما قد يكون عنده من الخير ما يمنع لعنته، كما لعن بعض الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي كان يؤتى به كثيرا في شرب الخمر ويجلد، فقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فلا يجوز لعن المسلم المعين وإن كان قد فعل الذنب الذي ورد فيه اللعن، من أجل أنه يمكن أن يمنع من ذلك مانع، كشرب الخمر، فلقد كان حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلب الصحابي مانعا من نزول
حكم اللعنة عليه رغم أنه شرب الخمر بل تكرر منه ذلك. فمن يكثر اللعنة للدواب والأشخاص ويعني عموم المسلمين حتى الكفار فلعن المعين منهم خلاف الأولى على الأقل، ومن أهل العلم من يمنعه بالكلية، ولكن الصحيح أنه خلاف الأولى والله أعلم. قال ولا سبابا، السب الشتم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا لعانا ولا سبابا. قد يغضب من بعض أصحابه فعند الموجدة والغضب ماذا كان يقول؟ كان يقول عند المعتبة، عند المعاتبة، عند ذكر ما يغضب الإنسان من أخيه أو ما يعني أخذ عليه في ذلك فيعاتبه ويذكر سبب التقصير الذي حدث منه يبينه له. فبين أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المعاتبة أو عندما يذم إنسانا أقصى ذم أو أقصى عتاب هو أن يقول ما له، ترب جبينه. والظاهر في هذه الكلمة أنها مما جرت على ألسنة العرب لا يقصدون بها حقيقتها، أصل معناها التصق جبينه بالتراب رغم وذل و يعني وضع رأسه في الأرض، وقيل أنه يخر على وجهه في الأرض، وقيل إن العرب لا تقصد حقيقة الكلمة بل تقولها يريدون أحيانا التنبيه وأحيانا الذم وأحيانا المدح ونحو ذلك على حسب السياق. فهذا عند المعاتبة يقصد بها ذم، لكن انظر غاية ما في الأمر بلا سب ولا شتم، غاية ما في الأمر أنه قال ما له ترب جبينه. وهناك قول آخر ترب جبينه دعاء له بأنه يصلي ويضع جبهته على التراب في الصلاة، ليس هذا ظاهرا لأنه عند المعاتبة وليس عند الدعاء لأصحابه. فلا يعني ينبغي أن يحمل على أنه كان يدعو لهم، إنما يقول عند المعتبة تناسب أن يستعمل لفظا فيه شدة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سمعت أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لما كان الكفر أغلظ من الفسق، وهناك فسق أصغر وكفر أصغر، وكان الكفر الأصغر أكبر من الفسق الأصغر لأن معصية سماها الله كفرا أغلظ من معصية لم يسمها كفرا، كما أن معصية سماها الله فسقا أغلظ من معصية إنما نهى الله عز وجل عنها، لا دون أن يسميها فسقا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فيبقى أن نجيب عن الخوارج، نجيب الخوارج عما احتدوا به بهذه الأحاديث من أن الكبيرة مكفرة. نقول قد قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه القاعدة العظيمة التي بيّنها القرآن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء بيانها، وعلم أن المكلفين
المخاطبين بهذا وهم الصحابة فمن بعدهم سيعلمون أو هم عالمون بهذه القاعدة، وبالتالي فلن يحملوا لفظ الكفر على معناه الظاهر وهو الخروج من الملة. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة. فدل هذا على أن الأخوة الإيمانية باقية رغم وجود الاقتتال، فهذا يوضح أن قتاله كفر، أن سباب مسفسه وقتاله كفر، أن هذا ليس بالمخرج من الملة. وأيضا قد قال سبحانه وتعالى في القتل الذي هو أغلظ من القتال، قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فسماه أخا مع وجود القتل العمد الذي هو أشد من القتال، فتبين أن الكفر هنا هو كفر دون كفر، كفر لا ينقل عن الملة. قال ابن حجر: لم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج من عن الملة، أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير ومعتمدا على ما تقرره من أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة. وفي هذا الحديث رد على المرجئة الذين يقولون أن المعاصي لا تنقص الإيمان ولا تؤثر عليه، بل هذا الحديث يدل على وصفه بالفسق والكفر وإن لم يكن مخرجا من الملة، فدل ذلك على نقص شديد جدا في الإيمان، إلا لو استحل فيكون كافرا. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال: حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه أنه سمع أبا ذر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. خطر عظيم أن تعود هذه الكلمة، اسمها وضررها واستحقاق الوصف بها، وإن كان أيضا في الذي كفر متأولا ويستحق أن يوصف بوصف الكفر ولكنه دون كفر. قال: في الفسق وفي الكفر كلاهما، يعني إذا قال له: يا فاسق وليس كذلك، فقد وقع في سب المسلم فهو الفاسق، فالكلمة رجعت عليه. ولو قال له: يا كافر، يقصد تكفيره وإخراجه من الملة، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه فيكون كافرا. لكن نقول: إن كان كافرا معتقدا أن هؤلاء المسلمين كفار فعلا، أستحل ذلك بلا تأويل، فهذا والعياذ بالله مخرج من الملة. وأما إذا كان متأولا كالخوارج وغيرهم، فإن هذا التأويل يمنع من الكفر من التكفير، وبالتالي إلا حار عليه أو إذا ارتدت عليه ترتد عليه كما كانت بغير سند، ترتد عليه لما كانت بغير سند رجع عليه اسم الكلمة ما لم يستحلها كما ذكرنا، أو وصف أنه صار كافرا كفرا دون كفر. قل قولي هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.